هل عرفت الحياة قدر النبي الأعظم صلى الله عليه واله؟ أو رضخوه بالحجارة واتهموه بالسحر والجنون؟ أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هل عرفت الدنيا قدر الجواب كلا. أنبياء الله العظام جميعا هل عرفت الدنيا قدرهم؟ في الآية الكريمة "ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون" وفي آية أخرى ما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون الدنيا لم تعرف قدر أولياء الله وقدر الأنبياء وقدر الأئمة صلوات الله وسلامه عليه الأنبياء، الأئمة الأولياء يعودون إلى دنيا تعرف قدره، إذا في يوم من الأيام كانوا يلقون إبراهيم الخليل في النار، إبراهيم الخليل يعود إلى مجتمع يعرف قدره. النبي الأعظم صلى الله عليه واله يعود إلى مجتمع يعرف قيمته ولو بمقدار. النبي نوح الذي كانوا يضحكون منه ويسخرون منه وما آمن معه إلا قليل يعود إلى دنيا تعرف قدره. واحد من الغربيين كان يقول لو كان علي بن أبي طالب صلوات الله عليه الآن موجود لم تلأ جامع الكوفة من القبعات يريد به علماء الغرب كانوا يأتون عنده ويستفيدون من محضره ولكن أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول سلوني عن طرق السماوات فيقوم شخص ويقول كم شعر في لحيتي الإمام يقول لو شئت لاستخرجت لكم من هذا الماء نورا يضيء العالم ولكن ذاك المجتمع ما عرف قدر هذا الإمام الإمام يعود إلى دنيا تعرف قدره ولو بمقدار